في العريش اللي عندهم قصر الثقافة النهاردة بيعرض ايه؟ انا بكلمكم بجد. يمكن الحاجات اللي في العيد كان لازم يعني نبقى شايفينها وعارفينها. بيت الروبي ده فيلم كريم عبد العزيز. ليه بتكلم على العريش؟ العريش بيتعرض فيها الفيلم ده، وعايز اقول لكم حجم الاقبال في العريش على هذا، مش في العريش بس. ولازم هنا احيي هيئة قصور الثقافة، وزارة الثقافة، انهم خلوا افلام العيد تعرض في هذه الدور وهذه على مستوى المحافظة، مستوى الجمهورية. انتوا عارفين الفيلم ده عامل ايه؟ النهاردة كريم عبد العزيز عامل ايه؟ كريم عبد العزيز الفيلم ده بيتكلم على السوشيال ميديا، سواء ليها ايجابيات او ليها سلبيات، والاكثر طبعا سلبيات. مش هتكلم على الفيلم ولا هحكي على الفيلم، ولكن بقول لكم قصة الفيلم. كريم عبد العزيز عاملين بقول لكم الفيلم ده يحقق اعلى ايراد يومي في تاريخ السينما المصرية. بيتكلم امبارح 10 مليون جنيه. بيت الروبي، كريم عبد العزيز الفنان الكبير اللي انا بحييه، نور، كريم محمود عبد العزيز، طاره، سمر جابر، معاذ، وطبعا قصه وحوار محمد دباح، ريم القماش، اخراج بيتر ميمي، وكل التحالي تامر مرسي واحمد بدوي اللي انتجوا هذا الفيلم. احمد بدوي المنتج طبعا. عايز اقول لحضراتكم هذا الفيلم عامل حاله مش في مصر، لا، في العالم العربي. هذا الفيلم حضراتكم في 10 ايام تجاوز 56 مليون جنيه. اول امبارح كان 9 مليون في اليوم، امبارح 10 مليون في اليوم، اعلى ايراد يومي، كل يوم بيكسر الرقم، كل يوم. انتوا عايز اقول لحضراتكم محافظات هيئة قصور الثقافة لما طرح هذا الفيلم وبيطرح هذا الفيلم وبيعرض هذا الفيلم في الدور بتاعتها اللي انا بشكرهم عليه في المحافظات، النهارده الاقبال موجود فين؟ عندنا في سوهاج، في طنطا، في العريش، في اسوان، في كافه قصور الثقافه. وهو ده الموضوع، انتشاره. انت النهارده بتعرض هذا الفيلم، فيلم العيد، في المحافظات. كان الاول قصر على القاهره، ليه القاهره بس؟ مصر مش القاهره بس، كل الناس تشوف الفيلم، كل الناس تدخل هذه الافلام. يبقى هذا هو دور. انت بتكلم على تذكره في هيئة قصور الثقافة تقريبا موحدة تقريبا 40 جنيه، شوف العريش عاملين ايه؟ شوف الصعيد عاملين ايه؟ شوف البحر عاملين ايه؟ بتتكلم النهارده على انتاج ضخم، تامر مرسي واحمد بدوي انتاج ضخم. الانتاج الكبير اللي قدام حضراتكم ده، الفنان الكبير كريم عبد العزيز طبعا وله كل التحية، وكل المشاركين في هذا الفيلم لهم كل التحية. عايز اقول لكم كمان بره، انتوا عارفين الفيلم ده بيعرض فين؟ في كل دول الخليج. المملكة العربية السعودية، في الكويت، في قطر، في البحرين، عمان، إمارات، كله، في مختلف دول العربية بيعرض هذا الفيلم. عايز أقول لكم عامل إيراد باع في الخليج 500,000 تذكرة. بقول لكم رقم في الخليج 500,000 تذكرة، احسب زي ما أنت عايز بقى. الحد المتوسط التذكرة في السعودية 150 ريال، وكل تحيل أشقائنا في كل الدول العربية جوه وبره على اقبالهم على هذا الفيلم. ليه انا بتكلم على بيت الروبي؟ بيت الروبي لانه حقق ايرادات هائله ما شاء الله، ولسه ده احنا بنتكلم على 10 ايام، مش بنتكلم على 100 يوم. الفيلم ده هيتجاوز، وانا بقول لكم اهو، هيوصل رقم كبير.